Alors, professeur Omar Sfrioui, أخصائي في أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم بالدار البيضاء ورئيس الجمعية المغربية لطب الإنجاب وطب الجنين. اليوم راه عندنا حالات، عشرات الحالات ديال النساء اللي نجبوا بتجميد البويضات. لا ما عنديش ارقام في المغرب، على كل المراكز، انا ما عرفتش المراكز كلها شنو تدير، مي حنا اليوم حيت علاش صعيب الارقام؟ لان المراه تجي تخزن البويضات في 2017 ويمكن ما تحتاجهم حتى 2020 او 2022، مي حنا لحد اليوم عندنا اكثر من 20 حاله ديال الولاده بتجميد البويضات، مع العلم ان عندنا عشرات ديال النساء اللي مجمدين البويضات. مي المشكل اللي مطروح هو مازال ما متطورش هذه الحاله، لان المراه خصها تعرف بان راه حظ عندها ان تقدر تحطات على الخصوبه ديالها، ال بو بريزيرفي سا فيرتيليتي. الرجل كان الوسيله اسهل، تيجي يعطي السيلان المناوي تنجمدو، يقدر يبقى ليه 10 سنين 15 عام، خصوصا مثلا ملي كيكون الولد صغير عنده مثلا داك تلقاو عنده شي مرض السرطان يحتاج اون شيميوثيرابي او لا راديوثيرابي، دونك تنقدروا نحتاطوا ليه على الحيوانات المنويه ديالو، حتى هو يقدر يبقى اي وقت كما كان. غير هنا المشكل تيبقى مشكل ديونت ايتيك، لان المراه ما تقدرش تحمل، لان تنسمعوا اليوم النساء حملوا 60 عام 65 عام في اوروبا، هذا سي اونتي ايتيك، لان تنعرفوا بان الحمل تيكون عنده تاثير على الحال الجسم ديال المراه، وهنا ربما سن ال 50 خصو يكون هو او 51 سنه هو ربما السن الماكسيموم اللي نقدروا نصلحوا فيه هذه البويضات، مع العلم ان هذه البويضات خصهم يتجمدوا قبل. كل ما المراه جمدات البويضات ديالها في سن مبكر كل ما الجوده ديالهم تتكون احسن، لان اللي ربما الرساله اللي ايضا نقدر نوصل لو سمحتي، وهو السن ديال المراه هو سي اون ايبي دو داموكليس عند راسها فوق راسها مع الاسف، ولكن هذا ما يمكنناش نغيروه. لهذا ربما سمعنا كثير من النساء بعض المرات لا بريس تقول لك مرأة عندها 52 ولا 53 عام ولدات وداك الشيء. هذا الشيء اولا هو من النادرات الكبيره، لان تنعرفوا بان السن من بعد 43 سنه او ديجا من 35 سنه الحظوظ ديال الحمل تتنقص، وهذا الشيء ماشي حنا اللي كنقولوه، هذا الشيء الارقام العالميه تتقولها. 38 سنه لو ديكلان تيكون اونكور بلوز امبورطون، بعد 43 سنه الحظوظ تتقل. ربما هذه أولا نادرة من النادرات، إلى حصلت بصفة تلقائية ربما من ما نقولوش من المعجزات مسي كيك شوز دو تري غار، ولكن تنعرفوا بأن كاين بعض النساء اللي في أوروبا أو لا في بلدان واحدة أخرى تيلتجؤوا للمراكز، لأن هذه واحد الشيء حنا عندنا ممنوع في المغرب وما تيدارش، تيلتجؤوا لتقنيات واحدة أخرين اللي الدين الإسلامي جو بونس ما تيسمحوش، أو على الأحرى ممنوع لنا. وهذا اللي تيخلي ان ربما تيكون واحد التغليط في عند المجتمع ولا عند النساء في المغرب، لان كثير تيجيو عندي تيقولوا لي سمعنا 52 53 سنه حملات هي حتى حنا يمكننا نحملوها. هذا راه خطا، المراه الا كان عندها مشكل ديال الانجاب خصها تمشي تشخص في اقرب وقت، لان كل ما تزيد في السن كل ما الصعوبه ديال العلاج وديال النتيجه كتكون اكبر، يعني ما تنوصلوش للنتيجه بصفه اسهل. لو كانت هذه التقنيات والتقنيات كيف ما قلت لك هذه سنين، وكاين ابحاث اللي يخلي تيكون عليها ان سويفي ديال هاد الاجنة وهاد المولودين، اليوم اللي تنقولوا هو ما كاينش نهائيا اي تاثير كيف ما كان اي تاثير على التجميد ديال الحيوانات المنويه او ديال الاجنة، ما كاين اي تاثير ديال تجميد البويضات على الاجنة وعلى المولودين اللي تيجيو. دو توت لي مانيير في هذا العلاج ديال المساعده الطبيه للانجاب هو بصفه ذاته كله مكلف، انما التكلفه ديالو كتكون اقل لان ما تيكونش تخصيب. وكثير شيء بالنسبه للنساء اللي تيكون عندهم امراض سرطانيه، فحنا تندير واحد المجهود جبار حتى بالنسبه للماديات، لان تنعرفوا بان هاد النساء تيكون عندهم واحد الضغط، عندهم شهر ماكسيموم باش يجيو يديروا العلاجات،
ومع العلم ان تبعهم الادويه المواد الكيماويه الجراحه الى غير ذلك. دونك حنا تنحاولوا اننا نقصوا التكاليف ولو تناخذهم على عبئنا. كثير من داك التكاليف تناخذهم على عبئنا، دونك التكاليف تتنقص على التكاليف اللي كتكون ديال مثلا التخصيب المجهري كتكون اقل بكثير. انما كاين الادويه، واليوم تنتمنوا ان كاين واحد الايجابيات، كاين واحد الاذن صاغيه تنسمعوها في لا في وزاره الصحه ولا في لاسيغونس مالادي لانام لاجونس ناسيونال بور لاسيغونس مالادي، انها تاخذ بعين الاعتبار هذا الضغط اللي كيكون عند هاد النساء ولا عند هاد الازواج، وربما تكون واحد على المدى القريب ان شاء الله تنتمناو تكون واحد المساعده على التكاليف بالنسبه للي زاسيورونس وبالنسبه للاسيورونس مالادي ان شاء الله.